وعندي انا هذا بن عامر حراق وراح هذا ولدي ويخدم في الوطن تاعو ومات على الوطن تاعو، وعندي هذا عزيز عليا وهدرت معاه نهار السبت تخبارك كي راك داير، قال لي يا خويا ما خصني والو انا خدام على روحي. فكرته وانا ماذا بيا انا نبكي على ولدي، ماذا بيا انا دروك انا عندي خلت 23 سنه في عمره ويخدم ما شاء الله، ما عندك ما تقول فيه ناس عاقل خاطيه المشاكل ويخدم في الوطن تاعو. الله يرحمه ويوسع عليه، هذا وليدنا مسكين، هذا وليدنا وتربى قدامنا ومقادر الكبير والصغير، وهذو الايام كان هنا دار على اصحابه كاع واحد ويديهم في اللوطو وين ما طلع لهم يديهم مسكين، شهدوا عليه شهد خير، هذا وليدنا مسكين الله يرحمه ويوسع عليه.